بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. يعطيكم العافية رابع. اليوم نتابع حل الكتابة. قبل ما نبدأ بحل الكتابة نقوم بتوضيح بعض الأمور. عندنا أول إشي اللام الشمسية واللام القمرية. ما هي اللام الشمسية؟ اللام الشمسية هي لام تكتب ولا تنطق، لام تكتب ولا تنطق. واللام القمرية هي لام تكتب وتنطق، ويأتي بعدها عدة حروف. هاي الحروف أمامكم. نأخذ بعض الأمثلة على اللام الشمسية وعلى اللام القمرية. اللام الشمسية مثل التالي، الزجاجات، الصمغ. على اللام القمرية الباب، الحرارة، الورق. طيب هلا من نحل التدريب الموجود أمامنا أمامكم في الكتاب يا رابع. ضع دائرة حول الكلمة التي تحتوي على لام شمسية، وخطا تحت الكلمة التي تحتوي على لام إيش؟ قمرية. طيب ضع دائرة السماء. السماء هي لام شمسية، أحسنتم. الغفور هي لام قمرية، هاي خط. الأنهار أيضا لام قمرية. نتابع. عندنا الكلمة الأخرى الطعام هي لام شمسية، المشهد لام قمرية، الصورة هي لام شمسية، أحسنتم. أيضاً عندنا في اللغة العربية الشدة. ما هي الشدة؟ هي عبارة، هاي الشدة بالسؤال الثاني، السؤال الثاني يتحدث عن الشدة. الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين من جنس واحد جاء متتاليين. لا، فإحنا بدل ما نكتب حرفين زي بعض وراء بعض، لا، عملناهم دمجناهم بحرف واحد وهو الحرف المشدد. حرف الأول يكون ساكن والحرف الثاني يكون مفتوح، ودمجت دمجنا الحرفين بحرف مشدد. عندنا الدال الأولى ساكنة، هاي أمامكم، والدال الثانية مفتوحة. عشان ما نكتبها دالتين دمجناهم بحرف الإد تتكون الحرف الثاني. طيب هاي عندنا مثلا جنة، هي عبارة عن نونتين، نون ساكنة ونون متحركة، دمجت بنون واحدة وهي النون المشددة. أحسنتم. استخرج، هذا السؤال يا مس عندكم بالكتاب، استخرج الكلمات التي تحتوي حرفا مشددا. ألف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الحرف المشدد هو إن، اللي هي عبارة عن نون، نون، نون ساكنة ونون متحركة. إن أيضا لهم جنات، هي عبارة عن نونتين، جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بام فعال لما يريد، فعال حرف العين، أحسنتم. فعال هي حرف العين، حرف العين هو عبارة عن عين ساكنة وعين مفتوحة. لما، لما الحرف الأول ساكن والثاني مكسور، دمجت بحرف واحد. أيضا شدد المعلم على نظافة الكتابة وكراسة الخط. شدد هي عبارة عن دالتين، المعلم اللام برضو مشددة، وكراسة إذا الراء راءتين أيضا، راء ساكنة وراء متحركة. والخط هي عبارة عن طاء ساكنة وطاء أيضا مفتوحة. إذن ألف إن، وعندنا كلمة جنات، باء عندنا فعال، وجيم كلمة شدد، والمعلم، وكراسة، والخط.
عندنا التدريب الثالث أو السؤال الأخير هو التمييز بين النون والتنوين. عندنا التنوين ثلاث أنواع: تنوين فتح، تنوين ضم، تنوين كسر. والنون هي النون عادي الأصلية التي تأتي من بنية الكلمة. النون هي نون حرف أصلي من بنية الكلمة، لا تحذف، لا تصلح الكلمة أن نحذف منها النون فيختل معنى الكلمة. أما التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تنطق آخر الاسم ولا تكتب، وهي حركة طارئة تحذف في حالة الوقف وتظهر في حالة الوصل، لا يتأثر المعنى إذا حذف التنوين. نأخذ مثالا، مثلا كتاب حط لها تنوين فتح تصبح كتابا. هلأ لو حذفنا التنوين يتغير معنى الكلمة؟ طبعا لا. إذا كتابا أو كتاب أو كتاب. إذا حذفنا التنوين لا يختل المعنى. أما إذا حذفنا النون من الكلمة فقد يختل المعنى، مثل كلمة مثلا مؤمن، شيل النون مثلا، نحذف النون مؤم، ايش يعني صار؟ اذا حذفنا النون لا تصلح، اذا يختل معنى الكلمه بشكل كامل. انسان، احذف النون انسا، شو يعني انسا؟ طيب اختل المعنى، فهنا يتغير معنى الكلمه بحذف النون. الفرق بين النون والتنوين ايضا، طيب أعد كتابة ما تحته خط ملاحظا الفرق بين النون والتنوين. قرأت فاطمة قصيدة، قصيدة عن، إذن عن، نكتب قصيدة وعن. نعيد كتابتها يا مس نفس ما هي مكتوبة بالجملة، بس نلاحظ التنوين كيف قرأ والنون كيف قرأت. قصيدة وعن با، تناول أحمد كأسا من، نكتب كأسا من، كأسا ومن. نحذف التنوين لا يختل المعنى، إذا حذفنا النون يختل المعنى. جيم، طلبت الأم إلى علاء أن يرتب خزانته، إذن طلبت الأم إلى علاء، اكتبوا علاء أن، انتبهوا يا مس إلى التنوين والنون. وجزاكم الله خيرا، يعطيكم ألف عافية.